السلام عليكم مشاهدينا ومتابعينا أينما كنتم، وحلقة ولقاء خاص مع معالي وزير الشباب والرياضة السيد أحمد المبرقع. السلام عليكم سيد. عليكم السلام. مرحب بك في حلقتنا ولقائنا الخاص. أهلا وسهلا. شرف. أنا خلي أبديك كعراب نجاح بطولة خليجي 25، طالما حلم انتظر الكثير من العراقيين وعلى مدى 41 عام. اليوم الحلم تحقق والحمد لله أنه العراق صدرناه ورجعناه للواجهة، وأقدر أقول خليني أدخل بهذا المدخل أنه الرياضة سوت اللي ما سوت السياسة. بسم الله الرحمن الرحيم. حياك الله أخي العزيز، وحيا الله قناتكم الكريمة وجمهورها الكريم. بس كلمة العرابة أريد أوقف عندها صراحة. إذا أردنا أن نجد عرابا فهو الجمهور الكبير والشعب العراقي الذي ساهم بشكل كبير في نجاح البطولة، فكان كما يقال له كأس المعلى. بصراحة هذا التفاعل الجماهيري ليس فقط على مدرجات ملعب المدينة، عفوا أقصد ملعب البصرة الدولي، مدينة الرياضية في البصرة، أو على ملعب الميناء، أو جمهور البصرة الذي قدم مثالا رائعا ونموذجا رائعا للعراق الكريم، وإنما الشعب العراقي من شمال العراق إلى جنوبه ساهم بتفاعله الكبير من خلال السوشيال ميديا وغيرها. هذا التفاعل وهذه المحبة الكبيرة وهذا الاعتزاز وهذه الحماسة هي التي ساهمت في نجاح البطولة، فهو العراب الأول. ثم ليس هناك عرابا واحدا، وإنما هناك فريق كامل ساهم في نجاح البطولة. هناك مجموعة متناسقة ومنسجمة، ولولا تناسقها ولولا انسجامها لما كانت البطولة هذا النجاح فعلا. وأيضا هناك راعي لهذه البطولة وهو دولة رئيس الوزراء السيد محمد الشياع السوداني. إذن هناك عدة عناصر مهمة وكبيرة مثلت نموذج المؤسسة الدولة العراق مؤسسات الدولة العراقية التي صنعت هذا النجاح الكبير، فلهم كل الشكر وكل التقدير. احنا بدورنا ايضا نوجه الشكر، لكن انا اريد اعرج على موضوع العراب. من قلت عراب انه باعتبار وزارة الشباب والرياضة اليوم هي تمثل الجهة الحكومية، ولولا سعي وزارة الشباب والرياضة باستحصال المبلغ 33 مليون دولار لتوفير ما يجب متطلبات البطولة، يعني لم تشهد البطولة ولم يشهد لا خلينا لم تشهد البطولة هذا الافتتاح اللي حقيقة بربع ساعة احنا وصلنا رسائل عديدة لربما عجزنا عن إيصالها لمدة سنوات. صحيح الكلام. فأنا على هذا الأساس صحيح قلت أنا أشكرك، يعني أشكر حسن ظنك وتقديرك. فعلا وزارة الشباب والرياضة مارست دورا كبيرا، ليس على مستوى طبعا هي هذا شيء طبيعي وواجبها، لأن هي الجهة القطاعية الأولى المعنية بقطاع الرياضة، وهي المؤسسة الحكومية الأولى المعنية بقطاع الرياضة، فبالنتيجة هذه مسؤوليتها وهذا واجبها. وإذا كان هناك رضا عن هذا الأداء فهي تحمد الله وتشكره على أنها أقامت بالواجب على أكمل وجه، والحمد لله، وهذا مدعاة للفخر والاعتزاز. بالحقيقة الوزارة قامت بدور كبير جدا، سواء على ما ذكرته أخي العزيز، وأيضا هناك دور كبير مارسته وزارة الشباب والرياضة ربما لم يحظى بالاهتمام الإعلامي الكبير. مثل القطاعات المهمة والملاكات المهمة في الملاعب، في ملعب جذع النخلة تابعة لوزارة الشباب والرياضة، طبعا هي كلها تابعة لها، حضرها من ضمن حسابات. اي فهؤلاء هذا الفريق الكبير على أرضية الملعب وعلى المرافق التابعة للملعب، سواء كانت صحية او ضيافة او اي شيء اخر، هذه كلها تديرها ملاكات وزارة الشباب والرياضة، وبشخص مدير الملعب الأخ العزيز السيد لطفي زميلنا العزيز. تحياتنا. أنا أقول زميلي ولا أقول يعني موظف في وزارة، لأنهم فعلا زملاء وأخوة أعزاء،
وعشنا معهم اياما وليالي كثيره يعني، وانا اشتاق للبصره بصراحه يعني. اي فهذا يعني فعلا مثل ما ذكرت حضرتك يعني هناك دور كبير لهذا القطاع المهم. طيب معالي الوزير، احنا خلينا نبدا انه بالاصداء بعد ما انتهت بطوله الخليج. اليوم احنا كعراقيين وصلنا نجحنا بايصال رسالتنا انه العراق امن، العراق قادر على استضافه اكبر الاحداث المناسبات الرياضيه، وبالتالي اليوم حضور رئيس الاتحاد الدولي للبصره وبهذا التوقيت حضور مهم جدا. لكن الاصداء اليوم من وجهه نظركم كحكومه، اليوم هي الحكومه فعلا جاده بانه تنظر للرياضه بنظره مهمه قد توازن نظرة السياسية، باعتبار اليوم الرياضة يعني خلي أقولها أنه عمرت، شهدنا البصرة أنه الإعمار الحاصل بالبصرة بسبب الرياضة، بسبب بطولة خليج 25، وبالتالي أيضا اليوم العلاقات الدولية، ونقدر نقول أنه العراق انفتح للخليج. اليوم الحكومة واعية على هذا الموضوع طبعا فعلا عن الرياضة؟ يعني هو بطبيعة الحال أي دولة لما تريد تستضيف أي بطولة هي تتوقع ثمار كثيرة من هذه البطولة، وفي عدة مجالات. طيب نتحدث عن المجال السياسي، فهذه ثمار قطفناها والحمد لله، تواصلنا السياسي قبل بطولة خليج 25 غيره في بعد بطولة خليج 25. وهكذا إذا نتحدث عن الثمار الشعبية والجماهيرية، وإذا نتحدث عن الدبلوماسية الشعبية، فهناك تواصل رائع جدا صار بين شعوب المنطقة، وهذا سجله الإعلام الخليجي ووضحه بأكثر من مجال، وتحدث عن هاي الآثار الجميلة، حتى أن بعض الجماهير التي جاءت من الخليج تتحدث عن دولها أنه إحنا الآن شفنا البصرة هيك سوت ويانا، لازم شيء جايتنا البطولة فلانية شنو احنا راح نسوي فعلا. حكومتنا ايش راح تقدم يعني الى هذا المستوى، هذا الوعي الجماهيري. نفس الاعلام هو رصد، اعلام خليجي رصد هذه الحالة وسجلها، فبالنتيجة هناك ثمار كبيرة قطفناها من هذا الجي. فاكيد انت لما تصرف اموال ليست بالهينة على مستوى قوة العملة اللي عندنا يعني، أو قوة القوة الشرائية في العراق، هو مبلغ ضخم، ربما أكو دول أخرى بالنسبة لها يعني تفاليس يعني، مو رقم عام، مو رقم كبير. لما ترصد دولة هيك مبالغ ضخمة أكيد هي ما رح تنتظر ثمار مبالغ مردودات مالية معينة، وإنما تنتظر استثمار في المجال السياسي، استثمار في المجال الشعبي. المجال الشعبي ايش راح يسوي لنا؟ راح يسوي لنا جو امن، اذا ممكن يصير استثمار اقتصادي وهكذا. فكل دوله من تستضيف بطولات تتوقع هاي الارتدادات الايجابيه المحاصله، فاكيد الحكومه واعيه لهذه المآلات التي حصلنا عليها في بطوله خليج. خلي اجي وياك بهاي الجزئيه، انه 33 مليون دولار هي انصرفت لمشاريع البصره لو فقط على البطوله؟ لا لا لا، مشاريع البصره على البصره، على البصرة. مشاريع اللي تقصد أنت مو الملاعب المنشآت. لا لا، 33 مليون. لا لا، 33 مليون دولار هي متعلقة بالبطولة نفسها، يعني مستلزمات البطولة، لوجستية وحجز فنادق للوفود، حجوزات ونقل وسيارات مخصصة عندك. طبعا هذين الاموال مو كلهم راح يعني، تدري هذين السيارات راح بالنتيجه راح يصيرن جزء من المعدات اللي تحتاجها الدوله، بعضها حفل افتتاح، هذا مو اكيد شركات جايه عملاقه ومعروفه وعالميه، حفل الختام، يعني هواي متطلبات تحتاجها. واحنا الان في زمن اللعبه صارت صناعه مو مجرد لعبة، الآن يعني استثمارات كبيرة فعلاً، اتحادات التي تقيم هذه البطولات، وهي صارت أكو بعضها يعني وصلت إمبراطوريات مالية كبيرة يعني بسبب الاتحاد الدولي طبعا، لأنه لعبة شعبية ومقبولة، اللعبة الشعبية الأولى في العالم، فبالنتيجة أكيد راح يصير بيها
استثمار، هي صناعة. فأنت من تريد تقدم على بطولة في زمن اللعبة هي صناعة، أكيد تحتاج أموال طائلة. لكن إذا كانت إذا لم يكن لهذه البطولات استثمار اقتصادي أو سياسي أو شعبي أو 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 إلى آخره من هذه الاستثمارات التي تسعى لها الدول، أكيد ما راح تصرف هذا المبلغ الضخم. طيب هاي الاستثمارات يعني ردود الأفعال، بما أنه كنتوا قريبين من الوافدين اللي موجودين، أريد أعرف الخليج أو رؤساء الخليج المسؤولين اللي موجودين، دار حوار بينكم وبينهم بهذا الخصوص؟ أيضا أريد أعرف ردة فعل إنفانتينيو، يعني بخصوص الاستثمار، بخصوص أنه لا، هو أنت بمجرد حواراتك حسيت بهم؟ لا، أنت راح إحنا حواراتنا مع أصحاب القرار الخليجي الذين زاروا البصرة، أكيد أحسان الآن عندي أكثر من سفرة إلى دول الخليج، موافق كلها كلها من نتاجات الأجواء الحميمية التي صارت في البصرة ما شاء الله، وهي مو زيارات ترفيهية أو زيارات عمل، زيارات لوزارة الشباب دور في إقامة علاقات مهمة جدا وتعاون كبير مع بعض الدول الخليجية وبعضها في مصر، كونها الجامعة الدول العربية موجودة في مصر، وبعضها يعني كون مصر ترعى أكثر من فعالية عربية وجزء منها بلدان الخليج، مثلا العراق هو نائب رئيس المكتب التنفيذي لوزراء الشباب والرياضة العرب. نعم، وزير الشباب العراقي هو نائب رئيس المكتب التنفيذي، ورئيس المكتب التنفيذي هو وزير الشباب المصري. نعم. فبالنتيجة كل هذه الفعاليات، كل هذه اللقاءات التي صلين حد، هو وزير الشباب المصري كان موجود في حفل الافتتاح، كل هذه الفعاليات السياسية كانت حاضرة، وكان بيناتها حوار، وسيفضي هذا الحوار أكيد إلى تعاون في قطاع الرياضة الذي يلقي بظلاله على الحوارات السياسية الأخرى وإدامة التواصل السياسي بين هذه البلدان والعراق. طيب ممكن هو كان الاختبار الأول لوزارة الشباب والرياضة هي بطولة خليج 25 أو تحدي، نقدر نقول التحدي الأول. طيب ما هي التحديات المقبلة ما بعد خليج 25؟ هو كل نجاح لازم يبدأ بتحدي، والعراقيين سبع ما شاء الله زين قد. يعني قد والنعم. فإن شاء الله بالنتيجة عندنا استحقاقات لازم نحددها ونقررها، وبدينا يعني بدينا بالاستعدادات. أنا عندي موعد باكر ويا الأخوة في اللجنة الأولمبية ويا رئيس اللجنة الأولمبية كابتن رعد حمودي. نعم. على بعض الاستحقاقات الرياضية، لأن إحنا مو بس كرة قدم، عندنا ألعاب أخرى يجب أن تحظى بالاهتمام، وهي دعوة إلى جماهيرنا أن تشجع الألعاب الأخرى، لأن مو بس الدولة لازم تهتم بالألعاب الأخرى، لازم أيضا جماهيرنا يقدرون هذه الألعاب الأخرى ويحفزونها. يعني أنا مثلا حضرت إلى لعبة نادي النفط ويا النادي الرياضي اللبناني كرة السلة، يعني حزنت أنه صحيح هي يعني كان حضور جيد نوعا ما، لكن كان يجب أن ندعم المنتخب أو عفوا نادي النفط الذي يمثل العراق في بطولة أندية غرب آسيا، وهي بطولة مهمة، وربما هناك تقصير من جانب القائمين أنه لازم يسوون تسويق بشكل أكبر وأكثر، لكن هي كانت لعبة حماسية وفاز على بطل غرب آسيا. نعم. فبالنتيجة هيك ألعاب يجب أن تحظى بالتشجيع والحضور الجماهيري، وإن شاء الله راح نناقش إحنا آلية التسويق بشكل أفضل كما فعلنا في بطولة خليج 25، ولعله التسويق الشعبي هو الأجمل والأفضل والأنجع في البطولة. في طبعا نجح صح، إحنا لما يعني أعطينا اهتمام إلى البلوغرز وغيرهم وطلبنا من عندهم أنه يكونون حاضرين في هذه المؤسسات والمنشآت، وفتحنا لهم المنشآت الرياضية، كان هذا دور كبير جدا في تهيئة الأجواء الشعبية للكرنفال البصري خليج 25. أكيد هذا سيحظى بالألعاب الأخرى، والحمد لله بدأنا يعني نناقش كثيرا من الاستحقاقات الرياضية القادمة. العراق بالفترة المقبلة راح يقدم على غرب آسيا على كأس، عفوا على استضافة بطولة آسيا،
وغرب آسيا، وما هو الملف ممكن نكون جاهزين به خلال الفترة لحد الآن؟ إحنا هاي الأيام يعني الأيام القريبة القادمة أو المقبلة إن شاء الله راح يكون إحدى البطولات المهمة التي الأقرب غرب آسيا. لا ما أقول لك الأقرب، تعرف ليش؟ لأن أنت أكو أكثر من محدد موجود، أكو محددات زمنية تحكمنا، أكو محددات بيئية، يعني بيئة العراق هل هي جاهزة أو لا، أقصد البنى التحتية، أقصد بعض المتطلبات، لأن كل بطولة تحتاج متطلبات تختلف عن البطولة الأخرى. فبالنتيجة إحنا لحد الآن ما حاطين فد يعني حاطين بطولة محددة، إنما نناقش مجموعة المتطلبات اللي تحتاجها البطولات، ونشوف منو الأقرب زمنيا ومنو المتوفر من حيث البيئة الرياضية جاهزة. طيب مع الوزير احنا نكمل حديث، لكن ناخذ فاصل إن شاء الله. المشاهدين الكرام فاصل ولا نعود. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام مع للحديث مع معالي وزير الشباب والرياضة السيد أحمد المرقع. معالي الوزير، أريد أسألك بسؤال واحد قبل أن أنتقل للمحور الثاني، أنه آلية بيع التذاكر لبطولة خليج 25 نقدر نقول نجحنا بها؟ هي تجربة، أشكالات صارت، هي تجربة جديرة بالاهتمام، نعم، وجديرة بالمراجعة، وإن شاء الله راح تكون هي عملية تكاملية وتراكمية، الخبرات تصير هي عملية تراكمية. أكيد الأخوة بالاتحاد راجعوها وسجلوا بعض النقاط، وبالتأكيد راح يزودونا بالملاحظات وبآلية المعالجة، وإحنا أيضا بدورنا بالوزارة عندنا ملاحظات سجلناها واستفدنا من الأخطاء، يعني هاي الملاحظات، نعم. بالنتيجة كل عمل تراكمي وتكاملي، بالتأكيد احنا بالاستحقاقات المقبلة راح يكون ان تعامل مختلف ليس كما السابق، وبالنتيجة راح نتخلص من بعض الإشكالات. طيب احنا هي البطولة نجحت بشكل او باخر وبشهادة الجميع، الحمد لله، مو فقط بشهادة العراقيين، بشهادة الدول اللي شاركت، وايضا بشهادة الاعلام العالمي مو فقط العربي، صحيح، والخليجي، صحيح. لكن ممكن مؤشر هيك لاحظته انا بالبطولة، وبشهادة اصحاب القرار العالمي الرياضي الفونتينيو بعد وصلنا خلاص انقر الموضوع. لكن السؤال انه ليش ما تم اعتماد انه شركة للتنظيم دخول الجماهير، دخول الإعلاميين؟ احنا شفنا يمكن احنا تعرف خلي احكيها بالدارج، لربما اغلب ناسنا تعمل بنظام الفزع والخواطر وكذا، ممكن بعض دخول الجماهير شفناها مثلا صديق الفلان وكذا دخله، ولكن ناس عتها بطايق وكذا ما دخلت. هذا الموضوع ليش ما تعاقدتوا مع شركة لتنظيم آلية الدخول؟ لا هو الجماهير اصلا اكو شركة، هي اصلا شركة تم التعاقد منها، هي الشركة المنظمة، غير شركة الحفل الافتتاح ما شفناهم. لا هي أول شركة سوينا عقد وياها، سوى الاتحاد عقد وياها، هي شركة لتنظيم البطولة، دخول الجماهير جزء من عنده هو عملية دخول الجماهير. بس أنت تتحدث عن يعني إقبال جماهيري يعني من أول يوم. عوفك من حديثي، بتقييمك شلون تقيم عملهم اليوم؟ لا مو انت الشركه من تريد تشتغل، نعم، تشتغل على ضوء برنامج جيد، تقول يابا انت بالقطع الاول يصير هيك بالقطع الثاني، مو توصل يم باب الملعب يطبول يعني يوقفون بالباب. تاسه مثلا خلي اعطيك مثال، هذا العدد اللي انت شفته بالباب واقفين،
واحد ما عنده بطاقه شلون يقول له ارجع؟ متي مو هو جيز جاي يقول لك احنا عاطفيين فانت شلون؟ لا انت هو ما يدخله بس هو ظل واقف، فبالنتيجه هو ما يدخل، ما يصير يدخل اذا ما عنده بطاقه، بس هو ظل واقف. يعني عمليه الادخال للجماهير كانت يعني مو من السهوله. يعني احنا بصراحه خليني احكيها بصراحه، نعم احنا فرحانين بحماسه اهلنا وشبابنا فعلا، احنا ما نريد نلوم احد فعلا، الموضوع فوق السيطره، يعني اكثر من او 10 اضعاف الموجودين داخل الملعب هم خارج الملعب، فبالنتيجه اكو ضغط عليهم. نعم اكو خفاق بعض الاحيان يسجل على التنظيم، يعني مو اي لكن هو لكن بالضبط هو ما ياثر على نجاح البطوله. نعم البطوله نجحت والحمد لله، هي كل هذه الملاحظات هي بالنتيجه تمثل برنامج مهم جدا للبطولات او الاستحقاقات المقبله. طيب محافظات بغداد جمهورهم العاصمه الكل تريد البطوله بعد بمحافظه اخرى، خصوصا اهل بغداد يردون البطوله ببغداد. بغداد طبعا بغداد مهم جدا اقامه البطولات فيها، بغداد جاهزه، بغداد فيها مطار كبير، بغداد فيها فنادق، نعم. بغداد فيها ملاعب، يعني ليش ما يصير بها استضافه بطولات؟ قلت لك هو الموضوع يحتاج صبر، يحتاج صبر، نعم، ويحتاج مراجعة بسيطة لكل البطولات أو الاستحقاقات القادمة حتى يكون تقييم. طبعا لأن يعني أنت أحيانا تحتاج أكثر من محافظة فعلا. بالمناسبة يعني أنت شنو المانع ستة أكو دول تشترك في تنظيم بطولة؟ لو صارت احنا سويناها بغرب آسيا يمكن مجموعتين لعبوا باربيل وجو كربلاء لعبوا، فالموضوع طبيعي. اي طبعا طبيعي، أقول لك دولتين يشتركون في تنظيم بطولة واحدة، ما شنو المشكلة؟ أنا عندي نجف بها مطار وبها فنادق وبها ملعب، كذلك كربلاء مثلا، أربيل نعم، بصرة، يعني كل الموجودات بهن ملاعب وبهن مطارات وبهن فنادق، نعم. فوين المشكلة؟ المهم أنه إحنا كل محافظاتنا العزيزة هي جاهزة، تحتاج مراجعة فقط يعني بسيطة. زين معالي الوزير، سبق وأن ممكن أغلب الوزراء اللي مروا على الوزارة ينظرون، وهذا هاي وجهه نظر لربما حتى الاعلام العراقي، انه وزاره الشباب والرياضه اللي تعاقبوا عليها الوزراء ينظر لها بمنظور رياضه او بالتحديد كره قدم فقط. اليوم باعتباركم رئيس وزير الشباب والرياضه، شنو الخطه المقبله للجنه الاولمبيه لباقي الرياضات لقطاع الشبابي، شلون راح تتعاملوا بهذا الملف؟ اي هو احنا منذ اليوم الاول لدخولنا لوزاره الشباب والرياضه اخذنا على عاتقنا، يمكن حتى قريتها، يمكن اكو منهاجنا قريتها في احدى المحافل، نعم، لقيت كلمه حتى بعضهم قال هذا يعتبر منهاج الوزاره، فعلا هو كنت قاصد فيه في منهاج الوزاره. تحدثنا في اكثر من محطه وفي اكثر من مكان وفي اكثر من مناسبه انه لابد ان نعود الى إعادة التوازن لأهداف القانون الوزارة. قانون الوزارة فيه هدفان مهمان، وهما هدف الشباب، رعاية الشباب، ورعاية وتهيئة البيئة المناسبة لرياضة الإنجاز. نعم. هذه مسؤوليتان لوزارة الشباب والرياضة. بالنتيجة لابد أن نعمل عليها بشكل عادل، لابد أن نوزع الاهتمام على الأهداف بشكل عادل. اليوم اهتمينا بكرة القدم، باكر نهتم برياضات أخرى. مو هو صارت عندنا ملاعب يحتاج لنا بعد قاعات ألعاب فردية. ليش أنت حتى الملاعب فيها مضامير، مضمار هذا تحتاجه بالألعاب الأخرى. إنه أنا اليوم مال بولينج على سبيل المثال ماكو قاعة. نعم. السلة ممكن بس قاعة الشعب جاي تحتضن العديد من الألعاب، ما أعتقد. لا صحيح، أنا دا أقول لك أكو أشياء فعلا هو هذا الموضوع يحتاج اهتمام، بس أقول لك بالنتيجة إحنا نحتاج أو لابد أن نعمل على، أنت سألتني على أنه الاهتمام بالرياضة دون رياضة أخرى. نعم. فدا أرجعك إلى هذا، هو ده هذا كلامي الآن، إحنا ما صار لنا شهرين فعلا، نريد إحنا نعيد النظر، ولهذا في المراحل الماضية صار اهتمام
مركز وغير عادل لكرة القدم. هي كرة صحيح اللعبة الشعبية الأولى باعتبار بطولة حدث هذا استثناء. لا لا ما أحكي عن البطولة خلجي 25. لا بطولة خمسة استحقاق طبيعي. نعم. واهتمامنا به اهتمام طبيعي، هذا مو معناه أنه إحنا نهتم بكرة. نعم. القدم دور رياض استحقاق في شهرين، لازم نحتاج نكثف الجهود حتى ننجح البطولة، وإلا والله أنا يعني أقول لا خل أطلع أرجع من البصرة والله لين عندي لعبة فردية ملاكمة مع احترام واعتزاز. نعم. ونفس الشيء أنا لو كانت عندي بطولة عالمية أو مهمة بالملاكمة يجوز ما أهتم أأجل بعض النشاطات في كرة القدم. الغرض أنه أكو أشياء استثناء وأكو أشياء حالة طبيعية. بالحالة أنا دا أحكي الآن بالحالة الطبيعية. بالحالة الطبيعية لازم نهتم بكرة القدم ونهتم بالألعاب الفردية ونهتم بالألعاب الجماعية غير كرة القدم على نحو عادل. ونفس الشيء لابد أن نهتم برعاية الشباب كما نهتم بالرياضة بشكل عادل. هذا هو المهم. وإن شاء الله بالبرنامج الحكومي ثبتنا عدة برامج شبابية إن شاء الله ترى النور قريبا بإذن الله. ميزانية أو ميزانيتكم السنوية، ميزانية وزارة كوزارة كافية لتغطية القطاعي؟ يعني احنا حددنا يعني باعتبار بعض الوزراء اعلنوا انه سنة 2023 سنة انجاز. هي بالضبط سنة 2023 من ناحية الميزانية هي افضل من السنوات الماضية. نعم. وهذا فشي حملنا مسؤولية كبيرة انه ننجز افضل من السنوات الماضية. فان شاء الله هذه الميزانية راح تكون يعني حاضرة وجاهزة في كل برامجنا المقبلة بإذن الله. وبغداد شعدكم أرينا وعدكم التاجيات بالوقت الحالي. نعم. وعدنا أي طبعا عدنا ملعب التاجيات ولا ربما الشغل الشاغل. أي صحيح هو هذا، بس هذا بي إن شاء الله بعض الإجراءات القانونية والإدارية تحتاج مراجعة. وعدنا ملعب الذيقار أيضا بقي ما بقي إلا شيء قليل على استكمال المراحل السابقة. نعم. يعني تراكمات المرحلة السابقة. وأيضا عندنا طبعا الأنبار ماشي يعني ده يعمل، يحتاج اهتمام من الوزارة في مراجعة يعني متابعة الأعمال. أيضا الموصل بابل أيضا يحتاج مراجعة أو استكمال بعض الإجراءات الإدارية والقانونية المتعلقة في الملعب. ومهم كل الملاعب كلها كل واحدة لها قصة تحتاج مراجعة وترتيب وتراكمات من المرحلة الماضية لابد أن نراجعها بشكل دراجعها إحنا يعني. نعم. نكملها بإذن الله قريبا. طيب بخصوص الاتحادات أرد أسألك أنه الاتحادات باقي الألعاب الفردية اللي موجودة أنه لربما بالفترة السابقة وبالمراحل السابقة العديد من الاتحادات تعاني من قلة التخصيص المالي، عدم الدعم الحكومي، عدم توفير هاي المشاكل اللي ما تخلص. إنه أقدر أقول النقصات اللي عيتهم دائما يحجون بها. اليوم باعتبارات وزارة الشباب واضعة خطة لهذا الموضوع للاتحادات ميزانياتهم. الاتحادات موجودة ميزانيات مخصصة لهم والأمور يعني ليس فيها كثير من الملاحظات الموجودة. ربما أكو أشياء متعلقة بالجانب البيروقراطي الإداري، لكن نحاول جهد الإمكان نتجاوزها حتى عندنا تواصل يعني مهم بينه وبين الاتحادات. وربما هاي مشكلة الاتحادات المشترة يعني أنه اهتمام بكرة القدم مثلا أكثر من الألعاب الأخرى. ربما سمعت ملاحظات هذه الأيام، بس أغلبهم قدروا الوضع أنه أكو وضع استثنائي. اليوم عندنا بطولة خليجي 25 وهم هم فرحانين بنفس الوقت، يعني أكو بعضهم انتقدوا بنفس الوقت هنئوا وباركوا هذا الإنجاز الكبير. فكنت أمازحهم أقول لهم شنو حجوا لي شنو وين قالوا بعد إحنا نبقى يعني. فقصدي يعني قصدهم يبقون لازم يتحدثون عن احتياجاتهم على الرغم من دعمهم للعبة كرة القدم والنجاح اللي يتحقق في بطولة خليجي 25. بكل الأحوال صادقا أتحدث، ما عندي مشكلة. أنا لم أرث شخصيا مشكلة أي جهة رياضية
على حساب جهه رياضيه اخرى، ما عندي اي مشكله ويا الجميع. اليوم بهاي الشفافيه حلو. اي لا لا الحمد لله، هم يعرفون انه ما عندي انا يعني مشكله شخصيا، انا ما عندي ما عندي يعني تعارض مع اي جهه ممكن رياضيه. ممكن لين ما كنت رياضه سابق او لانه اي يعني ممكن يعني ممكن هذا الشيء. فهذا بالعكس يعطيني مرونه اكثر للتعامل مع الجميع بدون حساسيه بدون كذا. النتيجه صادقا اتحدث انه انا مستعد وفاتح ايدي للتعاون مع الجميع، وهم ايضا مدركين يعني بعضهم قدر هذا الشيء، يعني قال انا احنا نقدر هذا العمل، وربما تعرفوا على شخصيه الوزير اكثر انه ما عنده مشاكل يعني طبيعته الشخصيه ما عندها هيك نوع تصدي او تحدي او او ممكن يجي على نفسه عقد نفسيه ممكن يجي على نفسه هواي بدليل انه انا عندي معلومه اذا زعل بالبطوله كنا نتحمل على تنجح البطوله. احكي على البطوله، عندي معلومه انه بتت الفنادق الوزاره اللي تابعه بمدينه الشباب والرياضه وهي ما كامله حتى. لا ليش، هي بالعكس انا اتشرف هو جاي ان انا استخدم المؤسسات التابعه لوزاره الشباب والرياضه، لا استنكف منها. لا ممكن غيرك يقعد باحسن الفنادق. ما عنده فنادق تابعه لمؤسساته، انا عندي عندي مؤسساتي تابعه. لا ما أبي بالعكس، أنا أفتخر البنايات الفندقية الموجودة في المدينة الرياضية هي جاهزة ومرتبة، تحتاج بعض الأشياء وأعتقد يعني قريبا تستكمل وتضاهي فنادق الموجودة يعني في البصرة. يعني بالعكس كنت مرتاح فيها، ما عندي أي مشكلة بيها. اشتريت الشرباية اشتريتها لو جبتها؟ لا 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 ابدا. موجوده لقيتها جاهزه؟ لا 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 لا، مو هذا كلام مو صحيح. انا لقيت مكان مؤثث. نعم. وهي اكو جهه. ليش ما تم استخدام هاي الفنادق؟ لا لا عزيزي انت يمكن ما عندك معلومه، هي اكو جهه ترى مستثمره لل ادري اعرف بها. طيب شلون شلون انا راح لا هي تابعه لكم وادري بها مجريها. بس هي مو مجانا لشركات نفطيه. احنا دخلنا يعني حالنا حال الاخرين. لا اقول ليش ما تم استخدامها ايضا للبطوله؟ ليش منو قال لك ما مستخدم؟ ما صارت اصلا، ما فرغت للوفود؟ شقق لا مو بالضروره للوفود. احنا شوف خليني اقول لك، هذه الشقق استثناها الاتحاد كاس الخليج من البرنامج مالت الوفود. نعم. لان يريد الوفود تعايش الجماهير. ها على هذا ما تريد الأساس. طبعا هي لان كانت جاهزه. لا هي جماهير ما بيها شيء، رحله دخلت لها شفت يمكن بعضها. لا 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 داخل غرفها شققها، شقق مؤثثه وجميله. هي صحيح ربما ما تشبه الفندق الرئيسي اللي صار به الوفود. نعم. واللي موجود في البصره. نعم. هذين الفنادق اللي تم اعتمادها يعني على الاقل ذن الفندقين الكبيرين اللي صاروا به الوفود الرسميه هو الميلينيوم والموفنبيك. اي انت تذكر الاسماء. انا دارس اعلام قبلك، ما يصير نذكر اسماء شركات اللي باعتبارهم اليوم الكل لازم ندعم على اعتبار جيد قدم. حلو عاشت ايدك. فاقصد هن ذن الفنادق ربما ما تضاهي يعني يعني نوع الخدمة الموجود في هذه الفنادق، لكن هي بالحقيقة يعني فيها كامل الراحة اللي أنا أحتاجها شخصيا يعني. نعم. وكانت موجودة وجيدة يعني ما بها أي إشكال. الفكرة كلها أنه ما رادوا الوفود أنه تصير داخل المدينة الرياضية، رادوهم يروحون، وفعلا كانت الفكرة صحيحة، وبالنتيجة كسبنا دعم جماهيري كبير أن الوفود حتى السياسية حتى الرياضية كانت خارج المدينة الرياضية واحتكت بتماسك قريب جدا مع المواطنين ومع الجماهير وتحقق الغرض المنشود. فهذه الشقق ما فرغت أبدا. نعم. بالعكس يعني كانت ممتلئة بس إلمن لفرقنا العاملة. يعني أنا عندي بس جهة المراسم أكثر من 70 شخص. فعلا تعرفها وين يسكنهم؟ لازم بالفندق. أنا ما ذولا أهم بالملعب، الملعب قريب على عملهم يعني داخل المدينة الرياضية، وأنا أشكرهم هم خوش فرصة ذكرتهم. أنا دائما طبعا الحمد لله ما قصرت فيهم، دائما أشكرهم الأخوة في دائرة المراسم. طيب. في الأمانة العامة لمجلس الوزراء كان أدائهم رائع جدا وأشكرهم شكرا كبيرا. طيب مع الوزير نستكمل هذا اللقاء، لكن ناخذ فاصل وراجع مشاهد كرام فاصل وراجع لكم. Thank you.
وياكم مشاهدينا الكرام بعد الفاصل. طيب معالي الوزير، هم ارحب بك ايضا بالفاصل الثالث، لكن اقول اليوم شفنا المنتخب افتر على العديد من الشخصيات السياسيه من اجل تكريمهم، وانا من وجهه نظر الشخصيه اشوف حلو هذا التنافس اليوم اللي موجود. شلون تعبر عن هذا الموضوع؟ والله انا ايضا ايد هذا الكلام. يعني شيء جميل انه يحس شكو شخص قدم انجاز، انه تعرف هذول شبابنا يعني، والان يعني هذه اول بطوله يحملون فيها الكؤوس، فما معقوله يعني ما حد يهتم بيهم او ما حد يعني يرحب بيهم. فهذا التفاعل الجماهير وفعاليات حتى الفعاليات السياسيه شيء مرحب به كبير جدا ويشكرون على ذلك يعني. طيب بالبطوله اغلب التصريحات واغلب الناس دائما ما نسمع انه الانفتاح العراق رجع للانفتاح الخليجي، اريد اعرف انه العراق كان مغلق على الخليج. لا مو هيك شيء، شوف هاي يحتاج لها تعريف من حضرتك. لا شلون، عندنا تواصل، عندنا عمل، وعندنا زيارات يعني حققت هواي تفاعلات، وايضا عندنا تفاهمات سياسيه. لكن انت دا تتحدث عن الصوره النمطيه، نعم، عن الشعب العراقي امن ماكو، هذا اللي احنا دا نتحدث، نعم، عنه. انه يعني يعني اغلبهم يتحدثون عن الامن انه غير متوفر او كذا، او ان هناك صراعات والناس ما ترضى على ناس. يعني انا اليوم كنت زرت احدى العوائل التي فقدت احد ابنائها في اثناء البطوله، وهو كان من القائم، نعم، يعني جاي من القائم الى البصره. يعني هذه رساله انه تعال يا ابن، كل ده تحضر من فعلا. من كل المحافظات، باكر عقبه تصير بالقائم البطوله، تصير بهيت، تصير بالموصل، انا راح تشوفني، انت راح نتلاقى هناك. وين قصدي، الناس كانت تتوقع انه العراق مجزئ، لا يمت بعضه الى بعض بصله. الان بالاضافه الى الوضع الامني غير المستقر، هاي الصوره النمطيه اللي جذرت في الذهنيه الشعبيه الخليجيه، الان بطوله خليج 25 حطمتها فعلا. والان بداوا الناس يقول ماكو هيك اللي شفناه. واخذنا تذكر يعني هاي الرحله الى الهور فعلا، اخذناها من ابعد نقطه، صح، اللي ما يوصلها ابن المدينه، يجوز ابن المدينه البصري يعني بلا بالمناسبات يروح لها، اخذناهم وهم مرتاحين ولا شعرنا باي قلق، ودخلناهم بازقه القصب، ما انا سميتها ازقه القصب اللي هي لها اسم بالهور، انا ما اعرف. فا يعني ورحنا قلت لك الى ابعد مكان، ما احس يعني نفس الشعور اللي يتحدثون عنه بالاعلام، هم تحدثوا به على القوارب، كنا بالمشاحيث نسولف به. فبالنتيجه بدنا نتحدث عن هاي الصوره النمطيه، مو دا نتحدث عن عزلة عراقية. العراق عنده عزلة، شلون عنده عزلة؟ على أساس عنده عزلة؟ هو نائب متنفذ، هو دا ياخذ مواقع، هو تصدر أوبك، هو نائب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس الشباب والرياضة العرب، هو عنده دور مفصلي ومهم في جامعة الدول العربية، هو عنده دور بالأمم المتحدة، شنو معزول؟ على أساس هو معزول؟ هو عنده لجان داخل البلدان الخليج، يعني شلون معزول؟ ما معزول. لكن أنا اللي صار هاي الصورة النمطية تحطمت، هذا هو الفارق. صح أكو شيء ربما هذا ازداد، مو نقول انولد، أنه أكو أريحية سياسية الآن، بيئة سياسية ازدادت أريحيتها أكثر من السابق في التعامل بعد الزيارة، بعد البطولة، نعم، بعد بطولة خليج 25 بدت، يعني اكو اجواء صارت اكثر اريحيه، مو اجواء جديده، لا اكثر اريحيه في التعاملات السياسيه، متاكد انا 100%. الان اذا وزير تابع معنا، بالنتيجه وزير الشباب هو منصب سياسي ويمثل حكومه، باكر عقبه يروح البلدان الخليج قبل بطوله خليج 25، مو مثل ما يروح وراء بطوله خليج 25، اكيد اكو نوع من المحبه، نوع من الاريحيه، وهاي تخلي الحوارات السياسية أو النشاط السياسي أو الفعالية السياسية تكون بها أكثر فاعلية من السابق. يعني هذا ممكن إحنا نسميه على المستوى السياسي.
أما أنه نقول في عزلة لا، يعني هذا تعبير مبالغ به، ماكو عزلة. هي إذن ماكو عزلة. أنا أقول أو تعريف يقول أنه كرة القدم هي سلطة أقوى من السياسة، تستطيع أن تلم شمل المجتمعات، أو ربما هي لغة يتحدثها الجميع. إحنا اليوم فرحين من شفنا إحنا تجاوزنا هاي المرحلة مع الطائفة الفلانية وكذا. العراق اليوم مواطن عراقي أكثر وعي من السابق، لكن حلو أنه اليوم من نشوف أنه أبناء العراق اللي خارج العراق موجودين، شفناهم بهاي البطولة. صحيح. ممكن كرة القدم تكون يعني ونكون بها مثل ما قطر اللي سوت اليوم، وصلت العديد من الرسائل، من مبادئ، من الثقافة من خلال كرة القدم. ممكن إحنا هم نستطيع خلال المرحلة المقبلة، والدليل أنه شفنا الانطباع الأول على بطولة خليجي 25. بالمرحلة المقبلة، بما أنه إحنا اليوم خلينا نقول طماعين، بعد خليجي 25 نريد بطولة أكبر، شلون ممكن راح نتعامل مع هذه البطولات المقبلة؟ بداية شوف، كرة القدم هي مو تصنع فعل سياسي أقوى من السياسة، سلطة أو سلطة. لا شوف، أكو فرق بين منظومة التربوية والقرار. نعم. وبين المنظومة التعبوية. كرة القدم هي عامل تعبوي باتجاه فعل سياسي جيد. نعم. يعني أنا الآن من أريد أحسس الجمهور أنه الحكومة جادة وصادقة، أسوي لهم بطولة وأنظمها بالشكل الصحيح وخليهم يتونسون يقولون إيه هاي الحكومة صادقة. فإذا أنا عبأتهم باتجاه الرضا على تصرفات الحكومة أنه الدهنية صادقة في كذا وكذا وكذا وكذا. نعم. لكن هي مو بحد ذاتها تربي أو شلون أقول لك، هي ما تصير بديل مثلا عن وزارة التربية أو عن وزارة التعليم. نعم. أو عن وزارة الشباب أو لا، هي تعبئ. أكو فرق. يعني أنت مرة تخطب بالجماهير تحمسهم ويتحمسون، وبين أنه تأخذ لك واحد تربيه بشكل هادئ ومنظم وتصنعه. طيب، أكو فرق. هاي التعبئة باتجاه التربية، لكن هي التربية بحد ذاتها فعل آخر. هذا بالعلوم التربوية النفسية يدرسوه. نعم. يقولون أكو فرق بين هذين الاثنين. كرة القدم لا شك عامل تعبوي كبير جدا باتجاه الرضا الجماهيري والرضا الشعبي، بدليل أنه إحنا نشوف أكو نسب تدني بالجريمة. أنا طبعاً نقله هذا التصريح عشان تقصد البصرة. نعم. المعلومة الإحصائية. نعم. موجودة بالبصرة. نعم. حسب ما نقل لي سيد محافظ البصرة أنه تدنت نسبة الجريمة، انخفضت بنسبة أكثر من 75%. هذا شنو؟ طبعاً دليل. هذا دليل على أنه الأريحية الروحية اللي سوتها البطولة في أثناء البطولة خلت أكو بعضهم ينشغل تعبأ. يا رب هو هذا البطولة بالعراق. فإذا فالسؤال هنا. نعم. بعد هذه البطولة راح تبقى هذه النسبة منخفضة لو ترجع؟ إذا رجعت هذا كلامي يثبت أنه هي ما تربي، هي تعب. فهنا الفرق. يعني إحنا حتى نصير دقيقين، ولو أنا ما أريد أشغل الكلام الأكاديمي العلمي لأن بعضه يصير مزعج بالتلفزيون. حلو. لا بس ممتع. فأنا أقول هاي كرة القدم مهمة جداً، لأن إحنا نحتاج التعبئة والتربية بنفس الوقت. طيب. لا، ماكو واحد يربي بدون تعبئة. هذه التعبئة أو هذا التوجيه أو هذا السيطرة على الجماهير يعني باتجاه الرضا والقبول، لأنه إحنا أنت ما مسوي غلط. صح. أنت جايبهم حتى يستمتعون وحتى يشعرون بالحس الوطني. أنت شايفهم من النشيد الوطني ما حد يسمع الموسيقى النشيد. يعني شيء يعني تقشعر له الأبدان. صحيح. يعني أنا تحدثت لأحد المسؤولين ما حضر، قلت له أنت ما تأخرت من دخلت، قال شنو؟ قلت له ما شفت اللي شفناه ولا فاتك الكثير. هذا الشعور وهذا هاي الكرة تصنعه، أنه تخليك تشعر أنه أنت تشعر بالزهو والفخر. بس واحد يقول يهتف باسم العراق، بس واحد. نعم. يتلقفه الجمهور بثواني كلها وتهتف كلها بصوت واحد. فهذه مهمة، هذه التعبئة. فالكرة تصنع فعلا تعبويا. نعم.
ولكن يحتاج توظيفه. هنا نتحدث عن مؤسسات الدولة باتجاه التربية وشون تستثمر تسوي برامج تربوية، وهاي هذا مسؤولية وزارة الشباب قبل لا تكون غيرها. الآن إحنا ولو ده وقتك، لا هذي الآن إحنا اليوم كمل عندي فريق بحثي كمل استطلاعات الرأي منذ منتصف البطولة وإلى الآن، كمل المسح الاستمارة، والآن إحنا في صدد إدخال البيانات، وبمجرد أن تكمل إدخالها راح يصير بها تحليل، ممكن راح نتعرف على نتائج علمية كبيرة طبعاً بالدراسات الاجتماعية. نعم. للبطولة. ممتاز. إذن نعم. أكو نعم. أكو عمل أيضاً طبعاً غير كرة القدم. طبعاً غير. طيب معالي الوزير، أريد أسألك أنه ممكن تعرضت لهجمات إعلامية إحنا شفناها. نعم. أو خلي أحكيها أقول إنه اليوم أنت لربما متهم بوجه الآخرين، بوجه نظر الآخرين، بأنه تريد تحول وزارة الشباب والرياضة من وزارة الشباب والرياضة إلى وزارة الشباب والرياضة دينية. شلون تشوف هذا الموضوع؟ شنو رده؟ دينية يعني شلون؟ يعني إحنا شفنا هيك تصريح للزميل طه برغيف. ها ما أعرف يعني هو ما أعرف شنو كان قصده، بس يعني ربما فهموا من التزامي الديني أنه أنا عندي يعني عندي منظومة فكرية أريد أملي عليها الآخرين. لا لا هذه صحيحة، ولا أنا مستعد أن أتنازل عن سلوكياتي حتى أرضي الآخرين أنه أنا مو متطرف أو مو كذا. لا لا يعني صار توهم أو تفسير خاطئ، خاصة أن أغلب الذين يتحدثون بهذا الحديث للأسف ما تثبتوا من حقيقة هذه الأشياء. كنت أتمنى لو كان الأخ سائلني، بس أنا سألك نيابة عنه. لا لو كان سائلني أنه هذا الفعل اللي صار اللي هو بنى عليه كلامه هل هو صحيح أو لا؟ طيب هو مو صحيح، هو الكلام مو صحيح؟ طبعاً مو صحيح. أنا قبل الافتتاح الميناء، نعم، أنا سويت أكثر من فعالية داخل الوزارة. نعم. داخل الوزارة كان يعني كان اللي يقومون عليها أشخاص غير اللي يتحدث عنهم. وأنا ما ردت أفتح هذا الموضوع يعني. تبعت فتحته. لا موضوع الخلافات، لكن يعني حتى لا نوصل للجمهور. لا أنا مستعد أن أتنازل عن توجهاتي المعرفية والثقافية حتى. نعم. أثبت لك أنه أنا ما عندي هيك تزمت أو تطرف من هذا النوع، ولا أني يعني من حقي أن أفرض على سلوكيات الوزارة أن تتبع سلوكياتي الشخصية. بالنتيجة إحنا أبناء بيئة وعرف، والموجود هذا الموجود هو يمثلني طبيعي يعني ما عندي. طيب. مشكلة بي. طيب. ما عندي مشكلة. أنا سويت مؤتمر، خلي راجعوا مؤتمر سياسات العمل الشباب والرياضة، راجع أنت حضرتك سجل يمك شوف منو اللي صار بعرافة حفل ومنو اللي كان موجود بي. طيب. ما يهم دعوة للأخ اللي يتحدث بهذا الموضوع خليه راجع ما عندي مشكلة، بس هو لو سائل لو متثبت أنا ما عندي مشكلة، وبالنتيجة أنا هم ما عندي عقدة الشخص اللي ذكرته أنا طلعت وياه ببرنامج. نعم شفنا. ما عندي مشكلة ما عندي عقدة من هالنوع. برسالة أخيرة وأنت الآن أنت والكاميرا مالتك هي للجمهور العراقي سواء بغداد أو كل المحافظات عن البطولة وشنو الاستحقاق المقبل؟ يعني أنا أشكركم شكرا جزيلا أخواني وأعزائي وأهلي وأبائي وكل الذين ساهموا في إنجاح هذه البطولة. أنتم كنتم صاحب الإنجاز الأول وصاحب الفضل الأول في نجاح البطولة. محبتكم وحماستكم داخل الملعب وفي أرجاء وفي محيط الملعب وداخل الساحات التي خصصت لمشاهدة المباريات وداخل الملاعب الأخرى التي شاهدها الجمهور، التي شاهدتموها أنتم داخل هذه الملاعب من خلال الشاشات في ملعب الحبيبية والكوت وكربلاء وبعد والميناء أيضا. أهل بغداد. أهل بغداد حضروا خصوص الملعب، خصوص ملعب بغداد تقصد يعني التاجيات. أي نعم. بس خلي أكمل أوكي. الفكرة تطيتني الرسالة وأنت تقاطعني.
المفروض هم يقاطعون انا وياهم دا احكي يا بالنيابه. المهم فاني اشكركم شكرا جزيلا. وايضا ليس فقط الجمهور الذي كان على المدرجات وفي الساحات، الجمهور الذي كان في المنازل، بصراحه تصلني منكم فيديوهات جميله جدا واحيانا يدمع لها العين، بصراحه كانت حماسه جميله جدا لهذه العوائل، وكانوا يعني يتحشدون في بيوت، في بيوت الجد. اكو بعض وصلني فيديو عن جد جامع احفاده واولاده واخوانه، وكان منظرا رائعا وجميلا جدا. انا اشكركم شكرا جزيلا، لقد كنتم افضل من صنع هذا الانجاز، وكان لكم الفضل الاكبر، وكان لكم الكأس المعلى في هذا الحفل الكرنفالي الجميل. شكرا جزيلا، وانتظر ان شاء الله منكم حماسة أكبر لرياضات أخرى، لرياضات الفردية والجماعية غير كرة القدم أيضا إن شاء الله في المراحل المقبلة. وإن شاء الله أعدكم أن كل المنشآت الرياضية التي هي التي توقفت في المراحل الماضية أو التي تلكأت في المراحل الماضية أنها سترى النور قريبا، كما رأى النور ملعب جذع النخلة وملعب الميناء وملعب النجف وملعب كربلاء وملعب الكوت، وإن شاء الله قريبا ملعب كركوك وملعب المدينة حبيبي. شكرا جزيلا معالي الوزير، وبالتالي أتمنى لك التوفيق يا رب بعملك خلال الفترة المقبلة. والحلو بك أنه اليوم مو فقط كرة قدم، أكو اهتمام جيد لاحظته من قطاع الشباب وقطاع كرة القدم وباقي الألعاب الفردية، بالتالي احنا سعيدين وياك باللقاء، وشكرا جزيلا معاليك لتخصيص هذا الوقت. عفوا حياكم الله، اهلا وسهلا. انا اشكرك. الله يسلمك. واشكر الاخوه الذين جاءوا معك. شكرا جزيلا. بالتالي نعم مشاهدي الكرام، وصلنا وياكم لختام هذا اللقاء الخاص مع معالي وزير الشباب والرياضه السيد احمد المبرقع. ختاما تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل، الى اللقاء. We'll be right back.